أحسن الله إليكم. تقول عندي خاتم كتب عليه الله، فإن كان لا يجوز لبس هذا الخاتم فماذا أفعل به الآن؟ لا شك أن هذا عمل غير جائز. أما لو كان مكتوب عليه الله أكبر أو الله الواحد الأحد وأمثال ذلك لخفه، أمره سهل، يذهب به إلى الصائغ ليمسح لفظ الجلالة، لفظ الله جل وعلا، دون أن يزيل شيئا من هذا الخاتم. إن كان هذا الخاتم ذهبا فإزالته سهلة، أما إذا كان كلمة الله إنما هي على فص الخاتم من هذا الزمرد وغيره، فإما أن يقلب وإما أن يمسح، وذهاب شيء يسير مع تجنب هذا الخطأ أمر يسير ينبغي أن يتساهل به لإزالته.